نعم عمرو، الآن في هذه الأوقات هنالك قصف إسرائيلي عنيف نسمعه من خلفنا، يبدو لنا بأنه يطلق نحو عيت الشعب في نحن في الجليل الغربي نسمعه، ولكن أقصد في القطاع الغربي للحدود الإسرائيلية اللبنانية، استكمالا يعني لما ورد في بيان من حزب الله بأنه استهدف ثكنة عسكرية في بيرانيت، هي بالضبط يعني من خلفنا هذه الثكنة، ويبدو أن هذه قذائف الدبابة التي نسمعها الآن العنيفة هي رد على هذا الاستهداف. كنا قد سمعنا منذ أكثر من نصف ساعة بدأ هذا القصف الإسرائيلي، منذ نحو 45 دقيقة سمعنا صوت انفجار مرتفع جدا، والآن نسمع صوت القصف الإسرائيلي، يعني بعد قليل سنسمعه أيضا على الآن مثلا إن كنتم تسمعونا، قصف بالإضافة إلى طيران كثيف أيضا في تلك المنطقة. حتى الآن لا توجد لدينا معلومات من مصادر رسمية لنتأكد ما هي طبيعة هذا الحدث، لكن يبدو بأنه كان هنالك إطلاق صاروخ ربما مضاد للدروع على موقع للجيش الإسرائيلي، والآن الجيش يقصف في مناطق جنوب لبنان، والطيران الكثيف يحلق أيضا في هذه المنطقة، يأتي من جهة الشرق والغرب أيضا. نستطيع أن نسمع صوت الطيران؟ يعني التطور، نعم صوت الطيران مسموع، وأيضا صوت القصف ستسمعونه بعد قليل، سأنوه له الآن أيضا. كان هنالك الآن قصف، لا أعلم إن كنتم تسمعون على الهواء. نسمع. على أي حال خلال هذا اليوم يعني يمكن، نعم يمكن القول بأن هذه المنطقة الآن هي في حالة يعني بين هلالين، روتين حربي، وكأن العمليات الحربية هذه على الشريط الحدودي صارت جزءا من الروتين. نحن نسمع القصف الإسرائيلي يوميا، يوميا هنالك صواريخ مضادة للدروع تطلق على مواقع للجيش الإسرائيلي. اليوم يعني أحصينا نحو 5 أو 6 صواريخ مضادة للدروع أطلقت من قبل حزب الله. بالنسبة للبلاغات الرسمية من الجيش الإسرائيلي، هذه الأحداث تركزت في المنطقة الوسطى للحدود الإسرائيلية اللبنانية، وفي المنطقة الشرقية كان هنالك إطلاق نحو 20 قذيفة صاروخية رصدتها المصادر الإسرائيلية، كانت قد أطلقت على مرتفعات شبعة في الجهة الشرقية من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. قبل ذلك كان أيضا حدث ظهر هذا اليوم في كيبوتس مرجليوت، وهو محاذي جدا للحدود في الجهة الوسطى يعني من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، دخول عنصر مسلح من الحدود اللبنانية وإطلاقه النار على جندي احتياط. فقط قبل قليل سمح بالنشر بأن هذا الجندي أصيب إصابات خطيرة ونقل على إثرها إلى المستشفى، وسمحت أيضا إسرائيل بالنشر بأن العنصر المسلح الذي دخل تم رصده وإطلاق النار عليه. كان هنالك إغلاق للكثير من الشوارع في الشمال، نحو 7 شوارع رئيسية أو محاور يعني رئيسية كانت قد أغلقت من أجل يعني التأكد من أن إن كانت هنالك عناصر دخلت عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية لا تصل إلى العمق الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي أعلن عن استهداف 4 خلايا منذ صباح هذا اليوم وحتى الآن، وكان قد قال بأنه استهدف 3 عناصر من حزب الله. لا نعلم يعني، هذا على الأقل الإدعاء الإسرائيلي، لا نعلم يعني مدى صحة هذا الأمر، طبعا ننتظر الإعلان الرسمي من حزب الله. على أي حال يعني كل هذه الأحداث تحولت إلى روتينية في الأيام الأخيرة، ما زالت متواجدة على الشريط الحدودي. اليوم أيضا قذيفتين في منطقة المطلي، وهي تبعد نحو 2 كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ولكن قبل يعني يوم أمس كان هنالك إطلاق قذائف أيضا إلى عمق 12 كيلومترا إلى مدينة نهرية، 12 كيلومترا تبعد عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية، كانت تبنتها حماس، تبنت إطلاق هذه القذائف، وبالتالي يعني ربما يكون الخط الأحمر الآن هو إن كان حزب الله سيستهدف أماكن أخرى في العمق الإسرائيلي أو أماكن بعيدة عن الشريط الحدودي قد تمتد لأبعد مثلا من 5 كيلومترات. حتى الآن حزب الله يطلق صواريخ مضادة للدروع أولا على مواقع عسكرية، نعم، على شبعة، لأن هنالك طبعا مطالبات في تلك المنطقة، يعني الأمر غير محسوب بالنسبة لاحتلالها.
ويعني لم تصل الصواريخ حتى الآن إلى أبعد من 4 أو 5 كيلومترات عن الشريط الحدودي، ولكنها مستمرة ودائمة. كانت عملية كهذه مثلا في السابق كفيلة بأن تفتح جبهة حرب مفتوحة، ولكن نظرا للظروف الآن والجبهة الجنوبية، الأوامر للجيش الإسرائيلي هي الرد على مكان إطلاق النار وعدم توسيع المعركة.